مرحبا بكم من جديد في هذا الموعد المباشر من برنامج المجله الصحيه كوفيد يعود بمتحور جديد باش اكثر تفاصيل عليه الاو جي 5 اللي هو كان وقع الحديث عليه في شهر فيفري سناخذ عليه اكثر تفاصيل حتى نكونوا ايضا حذرين وما ننساوش ايضا ان الوقايه الوحيده هي التلقيح كذلك موضوعنا الرئيسي باش يكون خاص باهميه الرضاعه الطبيعيه وكيفاش نحفز المراه انها تسعى الى هذه الرضاعه الطبيعيه لما في فيها من فوائد لها ولصغيرها نتحدث كذلك على آخر مستجدات الصحة وكذلك بعض المؤتمرات والتغطية للأحداث العلمية نبدأ بتقديم ضيوفي الحاضرين معنا وقبل ذلك وفي انتظار مكالماتكم الهاتفية على الرقم 71 796 299 نبدأ بتقديم ضيوفي الحاضرين معنا حتى نثري هذا اللقاء يحضر معنا الاستاذ والدكتور رياض دغفوس وهو مدير عام المركز الوطني لقضه لليقظه الدوائيه مرحبا بك بشان نيكول مرحبا بك بيك, دكتور. بيك. يحضر معنا الاستاذ والدكتور انيس فقي وهو مختص في امراض النساء والتوليد رئيس قسم امراض النساء والتوليد خارج حدود الوطن بطبيعه بسويسرا بفريبور بالمستشفى اللي تر... اللي سيادتك انت مدير هذا المستشفى المدير الطبي وكذلك سيادتك مدير مركز الخلايا الجذعيه كذلك فريبور وأيضا عضو الأكاديمية بالأكاديمية الفرنسية للجراحة أول تونسي ظهر لي عضو بهذه الأكاديمية الفرنسية وكذلك أول تونسي رئيس الجمعية العالمية لأمراض الخصوبة مرحبا بك دكتور وكالعادة كي تهبط الصيف في تونس لازم تكون موجود معنا حتى نستغل وجودك في الفائدة للسادة المشاهدين اللي كذلك زملائك أيضا يحبوا أنك تكون موجود في العادة يقولوا ليدي إز فيرست لكن أنا خليتها الأخرى لأنها باش تكون ليدي في الحصة متاع اليوم دكتورة تشرفنا بوجودك دكتورة والأستاذة دلاندا شلي شنوفي وهي رئيسة قسم النساء والتوليد بمركز التوليد وطب الرضيع مرحبا بك دكتور شكرا نحكي برشا على المرأة الوالدة اللي يزمها ترضع وأهمية الرضاعة وأيضا مش تحدث سيادتك على ربما ما هو متداول وهذا ما ربما تضيفوا معنا وقت اللي تجي من خلال هذه المواضيع اللي نطرق لها إذا البداية مش كون معك دكتور الدغفوس أه كوفيد اي 5 شنو يعني هذا المتحور هل هو خطير؟ هل علاماته هي نفسها كيما كوفيد بصفه عامه وتقعد الوقايه هي نفسها ام لا؟ وما هي الاحتياطات خاصه اللي الدوله تحديدا وزاره الاشراف وسلطه الاشراف؟ آه شكرا هو المتحور الجديد هذا يظهر تقريبا في فيفري وبدا يمكن في اسيا وبعد تعدى لامريكا والكندا ودخل اوروبا آه مشا لانجلترا وتو في فرنسا معناها برشا حالات فما أه هو متحور سو فاريون تاع الاكس بي بي اللي هما كلهم احفاد لو ميكرون احنا من نوفمبر 2021 لليوم ما فما كان لو ميكرون ودي حاجه بايه بالنسبه لل, لل... معناها للفيروس هذا اللي نحنا حاجه بايه معناها ما, ت... ما تبدلش اكثر من ما تبدلش حاجات كبار معناها كي يقعد فرد فرد فاريون ما فماش حتى كي تبدل خطوره اي اقل صغار حاجات صغار أه شنو اللي عنده هذايا الخاصية نتاعو؟ شافوا اللي في بعض البلدان فما العدوى تكون أقوى شوية. ومازال هو دراسات راهو ما ضبطتش 100% الحكاية هذه ما أكثريتها يكونوا معناها العدوى أكثر. الحاجة الباهية اللي هي الخطورة نتاعو مش أقوى. باش نعرفوا بالأعراض وبال لي كومبليكاسيون اللي, اللي قاعدة تمشي للسبيطارات. ويصير لهم هل صار تقطيع جيني ولا لا؟ صار تقطيع جيني في فرنسا وفي بلدين هذوما بالطبيعة في بلادنا بور في, بلادنا احنا نعملوا شوية أما لحد الآن ما حتى حالة مضبوطة اللي هي نتاع هذايا الأو جي 5.1 كيف تعرفوها مو بالتقطيع الجيني تقطيع الجيني الحالات اللي صاروا معناها نتاع التقطيع الجيني الأخير الأخيرة ما فماش الأو جي 5.1 في فرنسا تو باغ اكزومبل 40% من الحالات الجدد نتاع الكوفيد كلهم 40% معناها او جي 5.1 ذايل الاريس آه، معناها قاعد ياخذ في بلاصه قاعد يدز في الاكس بي بي اللي هو مشتق منه جاي منه ومش يولي دومينو معناها تو براتيكمون يلي دومينو هل سريع الانتشار كيف كوفيد كيف كيف, كيف والا عنده سرعه اكثر؟ سرعة أكثر تقريبا اليوم 30% في العالم وهذا من الإحصائيات اللي قالتها المنظمة العالمية هي ما خاطر معناها الحكاية هذه أن نحصروها مليح بالوقاية والكل معناها هو اللي به الفايدة الخطورة ما تكونش قوية وما ما يزم زاد الحالات تتكاثر في ساعة في ساعة باش احنا ديما نقولوا الخطر الأولاني بالنسبة للصحة كي تكاثر الحالات يكثر معناها القبائل على السبيطارات وكل نجم نتغلبوا. احنا بعاد على الحكايه هذه مازلنا بعاد ياسر. معناها خاطر نشوفوا الخطوره نتاعو مش كبيره. مم. بقى يلزمنا زيدا نذكروا اللي الخطوره بصفه عامه مش كبيره. معناها كي تجي لشخص لبس عليه يعني ان ما عندوش مشاكل وكل. زي كيل قريب ماهيش مش يعني باقي يقعد الفيجيلونس ما بين الصغار صغار والكبار كبار. الكبار اللي متقدمين في السن ولا اللي عندهم ضعف المناعه. هذاك ينجم يضرهم وهذاك السائل تو في البلدان اللي جاهم تو المتحور الجديد نلقاو بعض الحالات المخترع وهي هي بيتا كي العاده معناها العباد الكبار واللي عندهم ضعف في المناعه هذاك يضرهم واللي مش ملقحين زاد واللي مش ملقحين واللي مش ملقحين آه ما نساوش اللي احنا خاطر تو الكوفيد ضعف في العالم الكل ونسيناه ونا لامبرسيون اللي كانه معناه وفاء هو هذا باهي جانا ذكرنا اللي راهو الكوفيد ما وفاش احنا نذكره في في 5 ماي وقت اللي المنظمه العالميه للصحه قالت لك ما عادش فما حال طوارئ صحيه تابعه للعالميه معناها تابعه للكوفيد قالوا راهو اما ما نساوش راهو مازال موجود ومش يقعد موجود عام 23 و 24 على الاقل دونك يلزمنا نردوا بالنا نقدروا نتعاملوا معاه نتعايشوا معاه نعرفوا تعلمنا نتعايشوا معاه ونكملوا هكاك اما راهو مازال ما وفاش ما وفاش دونك هذا اليوم تذكير راهو مازال ما, ما وفاش معنا علاش نخاف اما ناخذ الاحتياطات لازم اللي هي مش صعيبه وفات معناها باش تقول نعاودوا نرجعوا للبس الماسك وش نعاودوا نرجعوا مش في كل مش لازم معنا مش باش نعموها هذه في كل بلاصه والكل اما في المطارات مثلا تو سورتو وقت ذروه ناس مروحه البلدان ناس وفات عوفات خاطر شوف ما عادش نجموا نجبروا نعملوا حاجات نجبروا العباد باش يعملوا حاجات قديمه توك مش نتأقلموا شنو اللي فما جديد كيما قلت لك توك خاصة مش نحافظوا على العباد اللي هما كان جيهم الكوفيد يضروا به هذوك ردوا بينا نبدأوا بالتلقيح وفما الاجراءات العادية اللي توك خاصة توك شي يجي شتاء تو اليوم الدنيا محلولة ومش مشكل كبير أما بعد كي تجي مشتاء الناس الدنيا مش تسكر شوية الديار تسكر والعباد يمشيو البلايس مسكرين وقت ريسك باش تصير الكونتاجون العدوى تكثر اكثر, أكثر. وقت نزيدوا قوي شويه في الاحتياطات نوليو يردوا بينا نلبسوا الماسك تباعد شويه العباد الصغار كي تمرض ما تقربش للكبار معناها الاجراءات العاديه تدخل للدار تغسل يديك اذا عندك عباد كبار عايشه معاك ولا عندهم ناقصين المناعه معناها الاجراءات اللي احنا تو علاش قلت لك استنسنا بهم لكن بهم نعاودوا نعرفوهم, نعرفوهم جوست نذكروا وفما ما اللي زاد جاينا بعد واحنا ان شاء الله نحضروا حمله تحسيسيه باش نفسروا للعباد اهميه نحكي الرابيد نحكيوا فيها بعد قليل يعني نشوف اخر مستجدات الصحه في هذا الروبورتاج ثم نعود حتى نتحدث على الاحتياطات اللي اخذتها الدوله وتحضير هذا الموسم موسم الانفلونزا بصفه عامه ثم نعود جولتنا الإخبارية لهذا الأسبوع نبدأها بخبر زيارة نائب وزير الصحة الصيني والوفد المرافق له إلى مستشفى الجامع المنجسلين بالمرسى أين اطلع على عمل عدد من الأقسام الطبية والاستشفائية والخدمات المزداة للمواطنين وذلك بمرافقة المدير الجهوي للصحة بتونس وإطارات المؤسسة ووزارة الصحة وحسب ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة على موقع فيسبوك فقد عاين نائب وزير الصحة الصيني بالخصوص خدمة مركز الطب الصيني التقليدي والوخدي بالإبر الذي انطلق عمله بالمستشفى منذ سنة 94 والذي يضم أطباء صينيين وتونسيين لعلاج الألام وأمراض الروماتيزم مثمنا بالمناسبة التعاون التونسي الصيني في مختلف المجالات الصحية وفي موقع تونس الرقمية أيضا خبر يقول الصين الشعبية تؤكد استعدادها لمواصلة التعاون مع تونس في مجال التوقي من الجوائح ومجابهة الطوارئ الصحية وذلك إثر زيارة نائب وزير الصحة الصيني والوفد المرافق له مطلع الأسبوع الجاري إلى مركز المساعدة الطبية الاستعجالية بالعاصمة اطلع خلالها على منظومة الطب الاستعجالي ومجالات التدخل التي يؤمنها المركز في حالات الطوارئ وجدد نائب وزير الصحة الصيني التعبير عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع تونس في مجال للتوقي من الجوائح ومجابهه الطوارئ الصحيه في مستجدات الوضع الوبائي العالمي موقع سكاي نيوز عربية يقول في عنوان له الأكثر انتشارا بأمريكا متحور فرعي جديد لكورونا يثير القلق فوفقا لأحدث تقرير منظمة الصحة العالمية فإن فيروس كورونا يواصل الانتشار عالميا إثر الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 وأكثر من ثلاثة 3100 حالة وفاة خلال الثمانية والعشرين يوما الماضية وفي هذا الصدد يثير قلق خبراء الصحة متحور فرعي جديد يعرف باسم جي 5 الذي أصبح الأكثر انتشارا في عدة دول بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا حسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بريطانيا تبني مختبرا لمواجهة تهديدات مرض إكس هكذا عنوان الموقع العربي الجديد حيث كشف المقال أن المملكة المتحدة تجهز في قاعدة بورتون داون العسكرية مختبرا طبيا لمواجهة هذا المرض وذلك بعد أن دفعت التأثيرات التي تركتها جائحة كورونا إلى بدء المجتمع العلمي الطبي تجهيز خطط استباقية لمواجهة أي جائحة مستقبلية وحسب ما جاء في المقال فإن مرض إكس هو مصطلح لوصف مرض غير معروف في العلوم الطبية يسبب عدوى البشرية من خلال فيروس أو بكتيريا أو فطريات ولا لقاحات أو علاجات له وسيمكن هذا المختبر من تحضير لقاحات خلال مئة يوم من ظهور أي فيروس جديد من جهته موقع العربية يعنون اختراق طبي مهم علماء يكتشفون طريقه قد تقضي على كوفيد للابد فبحسب تقرير نشرته جريده مترو البريطانيه فقد اكتشف علماء مختصون في سنغافوره الاجسام المضاده التي يمكنها تحييد جميع انواع فيروسات كوفيد المعروفه تقريبا ما يوفر الامل في منع تفشي فيروس كورونا في المستقبل وقد تم عزل الاجسام المضاده في البدايه من دم مريض سارس متعافي كان قد ذهب لتلقي لقاح مضاد لفيروس كوفيد 19 المسبب لمرض كورونا الذي انتشر في العالم بدايات عام 2020 ونختم جولتنا للصحه نيوز لهذا الاسبوع بعنوان لموقع جريده العرب الاقتصاديه الدوليه مضمونه منسوب الى منظمه الصحه العالميه يقول 40% من شعب السودان يعاني من الجوع، فمع دخول النزاع شهره الرابع، يعرب مدير عام منظمه الصحه العالميه عن قلقه ازاء تدهور الاوضاع الصحيه في السودان، مشيرا الى ان 40% من الشعب السوداني يعاني حاليا الجوع، وان العنف يعوق وصول الامدادات الطبيه، كما يمثل انقطاع الكهرباء والماء تحديا اضافيا لتقديم خدمات الرعايه الصحيه التي تشتد الحاجه اليها. دكتور فقيه انت مازلت كي جيت من اوروبا، هل فما احتياطات قاعده تاخذ المطارات والحدود بصفه عامه من لا الشمال الى الجنوب؟ هو مش معناتها يوعيوا في العباد نفس اللي قالوا اللي توا اما ما ثماش هما اللي فما اللي كل البوبولاسيون معناتها اللي معناتها ا ريسك النساء الحامل الرضيع يعني اللي قال الدكتور دافوس هو اللي قاعدين نعملوا به بيان سور نحضروا فيهم زاده للكومباني فاكسينال على خاطر بيان العباد هذه وقت اللي تمرض بالكوفيد وزيد نزيدوا الجريب تولي مشكلة وبالذات الأشخاص هذي نحنا عادش نحن نحبوا نعيشوا الوقت اللي معناتها نولي ونسكرو فيه لي بلوك اوبيراتوار خاطر عندنا جايحة أخرى اللي في تونس ما ثماش اللي بعد الكوفيد برشا مرضى وبرشا معناتها من الكور انفيرميي إيزون كيتي تخلاو على المناصب نتاعهم عملوا ان ريسيكلاج معناتها في المهن نتاعهم ترسكلو قاعدة قعدت برشا سبيطارات سكرت الفروشة دونك ما عادش نحبوا نعيشوا توخير العمليات الجراحيه ما عادش ديكول مثلا المستشفيات ما عادش لي بيرسون نون فاكسيني اون لي زونجاج بلو معناتها يلزمنا نخدم الناس كان الناس الملقحة الانسا... على خاطر وقت اللي تصير حالات معناتها ويلزمك اه تحرك القوات باش اه تداوي المرضى يلزم تلقاهم ل... حاضرين وما يمرضوش وما يمرضوش مم. وهذا ما تحديدا وهذه نحن المشكله اللي عايشينها اللي خايفين نعو من المرض نوعي نوعي ونعملوا نحضروا فيها لي كومباني فاكسينال كو سوا بالكوفيد ولا الغريب وعنها الجائحة هذه اللي برشا أشخاص خلى معناتها فرنسا والمانيا ياخذوا أربعة أفوق من 4500 ممرض وياخذوا برشا أشخاص اللي عندهم يسميهم اللي <applause> تكنيسيان دو دو بلوك اوبيراتوار تقنيين نتاع قاعات العمليات قاعات العمليات معناتها يطلعوا باش يغطيوا هاك <applause> النقص لي سا... لي من لي اللي صار اللي صاير ملي من وقت الكوفيد العباد معناتها فدت مرعوبين وبدت منها بالحق وعملت ترسكلة باش تتلاقى بحاجات أخرى. واضح واضح دكتوره المرأة الحامل والكوفيد أثرت فيها كمان معناها ليها والجنين نتاعها؟ احنا حاليا مانيش قاعدين نشوفوا توا نحكي مانيش قاعدين لا مش توا نحكي بصفه عام اللي حتى نذكر بضيق. في ال في البيريود نتاع الكوفيد صاروا لنا حالات صعاب الحمد لله مش برشا أه كنت قلت تاو الدكتور دافوس الحالات اللي صاروا فيهم مشاكل أه مش جو بونس مش تبعين الحمل بيدو متابعين الحاله الصحيه نتاع المراه اللي كانت حامل معناتها نسي اللي جاونا مثلا في وزن غير عادي ذاك السمنه البرشا هذوك كانوا متعرضين للمشاكل أه ما عملوش متابعه بالضبط exactly. اللي ما عداوش اللي يجيو خليه يروح بس وكل وكله بعد يجيوك في حالة متطورة ساعة ترقى البيبي فما شكون ضيع بيبي معناتها صارونا هكيكا دونك جو بونس اليوم إن شاء الله تمشي الأمور لاباس دي احنا ديما نرجعوا للوقاية وكل بربي خسلين يدين جو بونس بخلاف الكوفيد ماذا بينا ديما نخسوا يدينا ونردوا بينا غدا هذيك حاجات علمت التعايش مع العبيد معناتها كو سوى كوفيد وحاجات أخرين ميو صح دكتور دغفوس إذا فما حملة نتاع تلقيح جاية بالنسبة للكوفيد فما شنو هو التلقيح اللي هو الاخير اللي كنا حكينا عليه اخر مره معاك وقتها كنت احنا توحشناك احنا سي هو التلقيح اللي عندنا في تونس خذيناه الاخراني هو البيفالون فيه معناها المضاد للاوميكرون وفيه للوان القديم هذايا اكثريه البلدان الكبار في العالم يستعملوا فيه وهذا اللي حشنا به احنا تو نحينا الاخرين الكل خلينا كان هذا جينا قد قتل الحمد لله معناها تو فما كان لوميكرون وماشي مليح معناها حتى توكل المتحور الجديد هذايا أه نورمالمون مش يمشي معاه الفاكسان الجديد من الفاكسان اللي عندنا عندنا الحق كمية كافية أه احنا اللي نحضروه تو ان شاء الله في الدخول الشتاء والكل أه ان شاء الله نعملوا حملة متزامنة مع التلقيح ضد الجريب نزل الوافدة اي فوالا مع بعضهم ونفسروا الناس خاطر هو ماك تعرف ما معناه الفاكسيناسيون هذه مش اوبليغاتوار <هلا> مش بمعنى اجباريه اجباريه إش دونك نحبوا العباد تكون مستقنعه نحاولوا نقنعوهم ونفسرولهم لهم نفسروا لهم علاش باش يعملوا خاطر توا مش كيف التلقيح من الاول نحاولوا نلقحوا اكثر ما يمكن عباد باش نعملوا كليمينيتي كوليكتيف معناها توا توا كل حد مش يعمل تلقيح باش يحمي روحه باش نحميه هو معناه يلزمه هو هيك يمشي <تصح95> يكون مقتنع عليه هو باش يحميه واذا توك اليوم نشوفوا اللي الكوفيد خليناه شوية ورانا معناها حتى الحالات وضعف برشا وما عادش قوي كيما بدا سبابا غزا مش خاطر الفيروس برك ضعف راهو خاطر التلقيح اللي صار في العالم الكل اللي أكثر من 12 مليار جرعة توزعت والبرشا عباد اللي مرضوا فما صارت ايميونيتي معناها مناعة مناعة كبيرة جماعية جماعية صارت في العالم معناها برشا عباد عندهم المناعة خاصة هو فما زوز نوع من المناعة، فما سلولير ولو ليموغال. تو تقعد برشا. ونقولوا ليموغال تنقص خاطر بعد اربع شهور يمكن المستوى نتاع ليزونتيكور ينقص. ووقت العباد اللي بدنهم ضعيف ما عادش ينجموا على رواحه مليح، يلزم نعملوا لهم رابي الوقت. احنا عليك تو باش كي باش ندخلوا ما عادش باش نحبوا نحكيوا الجرعة الرابعة والخامسة هذوك كلنا نساو. تو باش نحكيو على التذكير جرعه التذكير رابيل هكاو كل قريب تو باش يجي وقت انت الفاكسان بتاعك قديم ما عادش عندك معناها ماكش بروتيكسيون كيف وفات فاعليته في بدنك فات. دونك يلزمك تعمل التذكير معناها يعني هذا لازم العباد تفهموا مش لازم الناس كل كيما قلنا فما بعض العباد اللي هما بدنهم ضعيف يلزم المتقدمين في السن واللي عنده مناعه ناقصه هذوكم لازم يعملوا والعباد الاخرين حتى كان باش يجيهم الكوفيد باش يجيهم كيل غريب باش يجي خفيف معناها ما نمشي نقعدوا خايفين معاش عادش باش نعملوا كتلقيح للناس الكل كي قبل <applause> واضح اذا دكتور شنو راو الحملات جبدنا شاء... جوست جبدنا <applause> على على الفامونسان على المراه الحامل <حب> احنا وقت اللي من الاول ما نذكره اول ما بدا الفاكسان قلنا ما ما ممنوع ضد معنيه إيه؟ <applause> 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 ومن بعد قلنا نجمه ومن بعد ولينا قلنا مستحسن نعمله احنا تبعنا تقريبا اكثر من 3000 مراه عملت التلقيح مراه حبله عملت التلقيح تبعناهم في المركز الوطني اللي الدوائية باش نشوفوا الرياكسيون الرياكسيون ولا, ولا معناها فماشي دي مالفورماسيون ولا حاجات اللي تضر الجنين ولا تضر المراه لقينا سا سي تري بيان معنا حتى مشكل على ثلاثه ثلاثه خرجوا ان شاء الله بعد نتاج تيج هي خارقين العد دونك حتى كان معنا غدوه مش نعملوا التلقيح للمراه الحامل متهنيين احنا من الناحيه ذيك ان شاء الله مع الدراسه اكيد باش نكونوا متهنيين لانكم لان الناس الكل تحب تحب تعرف بالدراسات وبالتجارب شنو اللي صار في فما برشا برشا امراض تظهر ظهرت بعد وناس كل تحب فما شكون يحب يلصقها للفاكسان فما شكون يقول فاسكو فما فريمون ان ليان كوزاليتي بيناتهم زوز ولا لا هذا ما باش تثبتوا ربما الدراسات الجايه نمر إلى الرضاعة الطبيعية وأهميتها وكيفاش نحفزوا المرأة باش الرضاعة الطبيعية لأن عندها منفعة كبيرة وربما هي أحسن من فاكسان الرضاعة الطبيعية. إذا نشوفوا هذا التقرير حول الرضاعة الطبيعية ثم نعود. الرضاعة الطبيعية هي واحدة من أفضل الاستثمارات لإنقاذ حياة الرضع وتحسين التنمية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأمم. لذا يحتفل خلال الأسبوع الأول من أوت بالرضاعة الطبيعية سنوياً لحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية التي تخلق بيئة مناسبة للرضع والأطفال لتحسين أنماط تغذيتهم خلال الأوقات العادية وفي حالات الطوارئ لضمان تلبية احتياجاتهم الغذائية. ويُعتبر حليب الأم هو الغذاء المثالي للرضع. فهو آمن ونظيف ويحتوي على أجسام مضادة تساعد على الحماية من العديد من أمراض الطفولة الشائعة كما يوفر حليب الأم كل الطاقة والمغذيات التي يحتاجها الرضيع في الأشهر الأولى من عمره ويستمر في توفيرها ما يصل إلى أكثر من نصف الاحتياجات الغذائية للطفل خلال النصف الثاني من العام الأول وحتى الثالث خلال العام الثاني من الحياة ويلاحظ أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية يحققون نتائج أفضل في اختبارات الذكاء، ويقل احتمال تعرضهم لزيادة الوزن أو السمنة، ويكونون أقل عرضة لمرضى السكري مستقبلا. كما تقل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض لدى النساء التي يرضعن. ويستمر التسويق غير الملائم لبدائل حليب الأم في تقويض الجهود المبذولة لتحسين معدلات الرضاعة الطبيعية ومدة الرضاعة الطبيعية في كافة أنحاء العالم الرضاعة الطبيعية لهذا العام وتحت شعار الدفع بالرضاعة الطبيعية لنثقف وندعم تدعو اليونيسيف ومنظمه الصحه العالميه الحكومات الى تخصيص المزيد من الموارد لحمايه السياسات والبرامج المعنيه بالرضاعه الطبيعيه وحمايتها وتعزيزها خصوصا للاسر الاشد ضعفا التي تعيش في اوضاع طوارئ. ويتلقى اقل من نصف المواليد الجدد رضاعه طبيعيه في الساعات الاولى من حياتهم وهذا يجعل الاطفال الذين يتلقونها في الوقت الصحيح اكثر عرضه للامراض والوفاه. وهذه النسبه اقل من الهدف الذي تنشده منظمه الصحه العالميه ويبلغ 50% بحلول عام 2025. في البدايه بشكون معك دكتور دانا شلي الرضاعه الطبيعيه علاش هامة بعد ما شفنا هذا الكل علاش هامة؟ كنا شفنا لكن ما بيننا نتذكر بذلك وعلاش نحكي عليها علاش لليوم المراه التونسيه مش واعيه باهميه الرضاعه الطبيعيه شكرا مدام عواطف والله ما نشرح لك باش نبدا لك اليوم مالوغوزمون للاسف تجي مراه باش تولد مثلا في تونس خاطر مانيش في نفس السيتواسيون احنا وزيد ما يعرفها سيتواسيون تاع تونس في تونس تجي مراه باش تولد تقول لك دكتوره بربي كي نجيش نجيب معايا تقول لها شوف تجيب معاك مدام تجيب حوايجك تجيب حوايج البيبي تجيب الكوش اي وشنو الاخر تقول لها ما تقوليش بيبران بيبران والباكو والحليب والسوسيت كيفاش مدام تجي في إذا مازلت زالت مراه ما زالت حبله راهي نحكيو كل سوا قداش عندها صغار كو سوا في سبيتار في البري اللي تحب انت اليوم لو تو داليتمون ماتيرنيل في تونس اقل من 10% اقل من 10 ساعة على 100 تولد ترضع رضاعه من صدرها طبيعيه سي فضيحه معناتها بالعربي لليوم مازلنا نقاوموا في افكار او آه شنو نقول لك كنت نحب نعطيك معناتها اللي قاعدين نسمعوا فيه تجيك المراه تقول لك قالوا لي راهو دوما ما عندكش حليب قالوا لي فما ما عندهمش حليب قالوا البيبي ما يشبعش هذاك علاش يبكي دونك انا نخاف دونك هاكا نحضر روحي نجمع معايا البيبرون مش كان نبكي ولا حاجه يشبع البيبي قالوا لي مالكش حليبك مش باهي ما يكبرش الصغير تبدا تسمع في حاجات معناتها تقعد بيت تقول اذا كل دونك هذاك علاش قد ما نعملوا حصص والتوعيه وكل راهو مازال عندنا برشا خدمه في تونس ماناش في نفس الظروف فما حاجه مشكله كبيره اللي احنا ما عندناش تحضير للولاده، لا على لاكوشمون. التحضير هذايا يصير في الفتره اون جينيرال هو من اول الحمل في البلدان المتقدمه يحكي لنا سي كان يحب يعطينا فكره، اي مراه حبلى تحبل عندها دي سيونس دو فورماسيون كالقرايه، يقريوهم يسيجي راك كيف حبلتها شنو باش يصير لك، دونك المراه تتحضر خاطر هو مش ناس كلهم قارين ولا مش ناس كلهم طب، بس نورمال، كو سوسوا قاريه مش قاريه في الدار. تعيشها لاول مره تجربه دوك بيان يعني اول مره وحتى كان ولدت قبل تقول لك هو اللي صار اللي ما نعرفش انا من تحب نعرف الراجل كيف كيف يقول لك انا ما نعرفش دونك احنا اللي ناقصنا في تونس هو بدا يتطور فما شويه بضع الاماكن اللي يصيروا فيهم في بدا يدخل شويه اما مازلنا بعض على خاطر البرة فما ناس فورمي خدمتهم فما سورتو دي ساج فما ناس فورمي باش يقريوا لك اي مرّة شنو اللي باش لك مدام دونك باش تفهم معناتها انا إيه حبلة شنو معناتها ثلاثة اشهر لاني شنو باش من بعد شنو شنو وكي نوصل في الاخر شنو لازم نعمل وكيف باش نولد كيفاش باش تصير الوليدة شنو معناتها الحس شمعتها معناتها الوجيعة شنو معناتها كل شيء تكبس قداش لازمها كيفاش نعرف روحي باش نولد الراجل لازم يكون حاضر لازم يعيش الحدث هذاك مش المراه مسكينه وحدها احنا في تونس هي مراه وتحبل وتعاني ها ردت ها رقدت ها تعبت شوف السوسيتي معاها ولا ليه المجتمع اللي داير بها كل شيء منها هي كان فما حاجه منها هي كان ما ترضاش منها هي كان بيبي ما كبرش منها هي كل شيء منها هي والراجل قاعد يتفرج نقولوا الحقيقه ولا <applause> دونك يعلموا الراجل اللي امبليكي يحضر في لاكوشمون يحضر في الولادة راهو ينجم هو حتى يقص الكوردون الى لا يعيش دونك المره يعني دخلوا نتوما لقات العمليات نجم دخلوا في المستشفى ما ندخلوش تخيل <applause> <applause> يعني. ما ندخلوش على خاطر الظروف ديجا ما تسمحش برا فما حتى في لورغانيزاسيون في الاركيتكتور معناتها في البناء بيدو عندك بلاصه تدخل منها المراه وفما بلاصه يدخل منها الرجل باش ما يقلقش لي سيركوي وكل شيء يتورغانيزي احنا مانيش اليوم في الظروف هذه ما عندناش الامكانيات اللي هذا مي يلزم نعرف على خاطر اليوم الناس تسألك تقول لك يا اخي شبيه علاش ماذا بيا ندخل انت ماذا بيك تدخل وكي تبدا في السبيطار مي يلزم تحضير قبل مش باش يدخل اون بريباراسيون اون فوا الناس الكل منسجمه والمحيط منسجم والمراه والراجل نفسروا لها كيفاش الولادة ومن بعد منافع الرضاعه الطبيعي دوما البيبي يخرج من كرشمه يتحط على صدر المراه دونك فما سكون ابل لو بو ا بو معناتها الجلده كونتر الجلده اللي هي ديجا حاجه فيها منافع انورم والبيبي هذا يتحط ينجم في, في صدر امه ديريكتومون دون ما يتولد اللي هو ديجا عندها منافع طبيه معناتها المراه اللي ولدت كي تعطي صدر البيبي النزيف يقف مثلا احنا في بعض بعض الحالات ساعات فما دويات ينقصوا كل باغمي الحاجات اللي نستعملهم الطبيعيه تصور سبحان الله معناتها البيبي كي يخص در النزيف يقف على خاطر فما هرمونات تصنع في البن وتوقف كل شيء بعد ذلك بون ما نحبش جون بيت اللي مشي بعد لا عندي عندي اللي جيم بعد عندي, عندي. <applause> دونك على <الـ تصفيق> راحتك المراه هذيا مازالت كي ولدت شوفها ساعه ولدت بالبنج ولا لا في الظروف نتاعنا باش نفصل لك علاش في الاخر ما بعرفش انت انت جبت كل شيء لكن يقولوا لها كي تولد سيزاريان راك ما تنجمش ترضع مثلا هي حتى في معناها حتى الطاقم الشبه الطبي هو اللي نجم يقو... قاعد يقول فما مشكله بالحق راه فما مشكله حتى في الطاقم الشبه الطبي باش نقول لك هذيك الحقيقه ساعات فما دي ساشفا معناتها انت تخلي المريضه على روحها وكل تجي تقول لها اسمع والله هو يبكي برشا ولا ما شنو ما كيف كيفاش بيبرون اوكي ارقد انت ارتاح من الغدا نشوفه معناتها يا غرو بروبليم دونك الرضاعه الطبيعيه هذه اللي هي حاجه سي تان ريفلكس معناتها غريزه في الانسان اللي نورمالمون تمشي اليوم فما مشكله في الكولتور نتاعنا في ما فماش اعلام ما فماش توعيه الناس ماهمش واعيين خايفين هما هو المراه ان جينيرال تبدا خايفه تقول ساعه هي موجوعه مسكين هاني يعني قلت كان بدوش شفك المحيط وبيان اونكادري وتعمل اكوشمون بالبونج شي وكل شيء باش تولد في الوجع ديجا سيت ان تروماتيزم نفساني معناتها ان شوك بسيكولوجيك كل الوليده وكل عياط ومش فاهمه حتى شيء حتى حد, شي حت حد ما حضرها لحد شيء ومن بعد يخيطوا لها وكل وبعد تلقى روحها تقول لها شد البيبي معناتها يفو لازم يحط يعني روحه في السيتياسيون في الوضعيه هذيك ولازمك ترضع تجي باش ترضع تقول ما عنديش حليب كان ما ليش اللي احنا ثلاثه ايام الاولانيين ما فماش حليب ابيض حليب فما البي البيبي كي سيت ان كونسونتري حاجه ترونسبارون لنا شويه تقول لك شويه دكتور ماكش يقعد يقعد شين البيبي نعطيه بيبرو على الاقل يشرب الماء توا الدنيا سخونه هذوما كلهم حاجات راهو قاعدين يقولوا لنا فيهم معناتها نعاود لك فيهم دونك انت باش تلوم شكون؟ باش تلومنا احنا على خاطر احنا ما فسرنيش احنا ما حضرنيش احنا ما عملناش ديزونيتي مش تقول لها تقعد كل واحده تفسرها دونك انت تفسر مي اون فيت لازم المجموعه تفسر دونك ان يسمعو فينا دو ما يخرج البيبي دو ما يخرج البيبي تحطوا راهو فما حليب في الصدر مش حليب عندها حليب من له فما البي البي ربي خلقنا اللي موجود يلزي ينفع ما حشناش باكثر حاجه اخرى ها البيبي يبكي جميل بيبي يبكي زعما جيعان بلكش الحليب نتاعك مش به اه منك انت البيبي يبكي ويبدا عادك الناس الاطار من برا والام والخاله والواحد ولا بالماغ وكل لون وكل مره تبدا خافت تقول زعما من هنا يتعشكي فيه. خنا بيبرون كي تعطي بيبرون يسكت البيبي باش الناس الكل ترقد زاد راه فوالا <applause> نعاودوا نذكروا اللي راهو احليب الام والمكونات نتاعو حتى حد ما ينجم يعمل حاجه كيف هي احليب الحكوك راهو اصطناعي راهو فيه برشا سكر بالنسبه للحليب هذايا دونك انتوما كيما مش البيبي من الاول بحكايه سكري يولي يظهر له ماسة الحليب هذاكا وما عادش يولي سي نورمال ما يقبلوش <applause> <برسر. تصفيق> فوالا ومن الايامات الاولانيين سي تري امبورتون على خاطر هي اللي مثل هي الفترة الحرجة اللي كان ما عملناش فيها بيبي وسن وسنسني والمرأة ستين ست وكل راهم بعد ما يصيرش لا على خاطر كان ما فماش ان ريفلكس دو معناتها اكل غريزة اللي البيبي كيحط فمه ويجبد خاطر هو كيجبد كي فما غدد تولي تخدم وتولي تصنع الحليب كان ما فماش البيبي يجبد دونك ما عادش فما غدد ما عادش تصنع الحليب في الحكاية وفي وقتها بالحق تولي ما عادش فما حليب واضح دكتورة قبل الحليب المرأة تتحضر للولادة ديجا ولا لا تقعد في الدار وما تتحركش ما تت... ما تمشيش ما تعملش حتى مجهود هذه كيف كيف حاجه ميدوني ما حكيناش عليها قبل وين بدي اول مره نحكي عليها ميدوني مهم باش نحكيوا عليها خاطر للاسف اليوم المجتمع التونسي تبدل، قبل كانت حاجات طبيعيه، عندنا كان اللي كنتي على ماميتك ولا على عائلة ولدت ولا في وهي في ثانيه ولا في دار ولا في وهي تمشي, يعني. وهي, وهي تمشي وهي تقضي معناها اكزاكتومون، وهي تقضي وهي تمشي وهي تلاب بالصغار وكل شيء. احنا اليوم المجتمع تبدل، الناس ولدت تخدم، العائلات بعدت شوية على بعضها، ساعات تلقى دي كوبل وحدهم يخدموا عائلتهم في بلايص اخرين، دونك ما عادش عندهم النصائح من قبل العائله. اللي هي حاجه ثمينه جدا تو هما في سويسرا مساكن على غادر حيوط من بيناتهم حد ما يحكي مع حد دونك هذاك علاش عملوا لهم باش يقريوهم باش يعلموهم او احنا كانت العائله هي اللي تعمل في الدور هذا اليوم العائله ولات هي في الشراء والكوب في الشراء دونك رجعنا ازيغو على خاطر ما عادش عندنا ليزافونس حتى الراجل يخاف زاد على المراه هي تقولوا آه اي ساقي اي راسي اي ظهري اي ساقي وما اقعد ارتاح آه عليك تعرفش كيف اقعد عليك البيبي في كرشك <applause> ايه ما صحيح وانا واحد يكون مش يتفرج ان شاء الله يتفرج في الليميزيون خاطر البارع برك قال لي الكلمه ابو <applause> وي دونك ب... اذا انا راجل نقول... قال لك ما نعرفش شنو لازم تعمل المراه في شهر واحنا نوصي ونعاود مدام تحرك شويه البيبي زيد شويه في الوزن زي ما تعرف ديما نحكيوا على الوزن وكل شيء ماذا بينا نتحركوا مش البيبي ما يزيدش باش تولد طبيعي انا نجي نلقى نشوف بيبي قاعد غادي كل شيء يا اخي مدام باش قاعد تحرك قالت لي والله انا نتحرك شويه وتجيني لوجع. هي يا اخي تجيك يغزل لي رج يقلي <applause> يقعد درت عايشك وانت عاوز روحك حركش ما كيفاش راه الوجيعة سي نورمال يا اخي كيفاش انتم تخيبوا تنزلوا على فرصه يهبط البيبي بلونجون ما يهبطش كيك البيبي راه فما حاجه اسمها تسهيلات علاش نرجع لك للقواعد نتاعنا وكل امتنا وكل يعرفوا كلمه تسهيلات شنو معناتها تسهيلات معناتها المراه في الاخر الاشهر نتاع من بدايه التاسع تبدا كرشها تكبس تبداو دي كونتراكسيون اللي هما محضروا اون فيت للولاده يحضروا السيجمون باش بشويه بشويه لين النهار يشدوا في الثنيه ويمشيوا هذا وقت يجي احنا طبيعه الانسان هو العيش العادي تحركوا عادي نقبي ونمشي ونجي ونطلع في الدروج قديش من باسيون تقول لي دكتوره ميساج نسكن في الثالثه قول شنو المشكله مدام تقول باش نطلع في الدروج تقول لي انت باش 10 مرات في الدروج في النهار باش تطلع نورمال باش تمشي تقضي باش تقول لي اي ميسيش يا اخي احنا قاعدين معناتها لازمنا نقعدوا قاعدين نو بربي يصلحوا المعلومات راه مراحم لما يشم يلزمها تتحرك يلزم الدم يدور لازمنا نمشي وقد ما نمشي سورتو في الاشهر الاخرين قد ما نسالوا الولادة على خاطر فما حاجه ميكانيك باش تصير اللي هو الراس باش يشد بلاصته باش في الحوض بكل وجع هذوك من وجع كانت تبدا قاعده ما تحركش ماهوش باش يجيو دونك تعيش عادي باش يمشي لك عادي مش نقعدوا نستناو سي نورمال في الاخر حاجه مهمه باش نعرفوها باش تحس وجع اللوطه حاجه تكبس حاجه تدز عليه خاطر الراس هذاك عضمره باش يبدا ينزل على الحوض، باش تحس روحك متجبده شويه، باش تحس روحك تمشي كالبطريق شويه، هذوك علامات اللي الراس راهو قاعد يهبط وقاعد يشد في بلاصه، وعلامات باينه، سي نورمال يجيك شويه وجيعه، يا اخي باش نبداو قاعدين هكاكا ونستناو في رحمه ربي، لا دونك يعيشكم في الأشهر اللخرينين نتحركوا طبيعي وبالعكس، قد ما تعملوا مارش وقد ما تتحركوا، قد ما تسهلوا الأمور، وبخلاف الولاد راهو الحباله ماهيش مرض. راي اي مراه بخلاف اللي عندها مشاكل وريسك باش ترمي و و و ما برشا راهو نورمالمون المراه تمشي نص ساعه الانسان بطبيعته يمشي نصيف ساعه في النهار ما فيها بيس يدور الدم يحضر الامور يحرق شويه زيت أموره وحتى نفسانيا وعلميا وكل شيء الليمور نتاعنا ما فماش ديبرسيون ما يبداش عندنا اكتئاب نبداو في ما في صحه جيده للقلب يعني ما فما كان منافع احنا الكولتور هذيا مالوغوزمون ما في تونس. واضح، دكتورة نيس شي نعملوا باش المرأة وأنتم تعرفوا كيفاش تعملوا لأنكم منظمين كيفاش المرأة نحفزوها أنها تقبل على الرضاعة الطبيعية. دكتورة كانت تحكي على المشاكل اللي تخليها أوبستاكل عندها أنها ما تقبلش وأنها ما ترضعش وأنها تمشي تيح في السهولة في الفاسيليتي باش توقف حس البكاء نتاع البيبي. وباش هي ترتاح شويه وباش ضميرها يرتاح انه ولدها شبعان ورقد. شو يلزم نعمل؟ هما كما قال الدكتور السندي معناتها الفاميليات بعد وهذا لاحظناه اللي اللي صاير تو حتى في مش في سويسرا كاو في اوروبا يعني فما رجوع التالي اللي هو الحاجه كالثاني كالتالي يعني اول حاجه بدينا نعمله لي ساج فام كونساي لي ساج كونساي تجي هي اللي تحذر المريضة تعمل لها البروغرام تاعها نتاع لاكوشمون شنو هو معناتها تعمل لها الفيزيت نتاع لا سال كوشمو. الفيزيت نتاع آه، سال دو سيزاريان آه، تقول لها انت شنو تحب تحب بالبنج تحب بلاش آه، شنو عندك الاولاد عندها شي عائقات تحب معنتها معنتها تحب بلاش معناتها كان بالبنج معناتها يعني طو... هي تختار ولا فما نساء توا طو... ما عادش تحب البنج معناتها تحب تعيشها تحب تولد في ديارها والسبيطار معناتها هو نحن السبيطار المراه تولد في دارها لا ساج فام ال فا بور لا لاكوشمون في الدار الراجل يبدا حاضر مع مرته انتم حتى كي شفتوا تو في الفيلم اللي عديتوا عواطف المراه الراجل مع مرتو. مع مرتو حتى في السال دو سيزاير دونك هك التوعيه تبدا <applause> سيفري لوم ما تكون موجوده اما موش كما قبل صحيح دونك هاك الساج فام كونساي يسمع ساج فام كونساي باش تعاونها وهي تعمل لي كونسلتاسيون دو باس كان فما بروبليم وقت تعدى للطبيب بعديك عندنا لي كور دو بريباراسيون على النيسونس على خاطر الراجل والمراه الراجل ما يحبلش صحيح اما يلزموا يكون سند لمرته فوالا voilà. نحن هنا يبدا يتكيف في شيشه وهي تبدا تدس واحد ساس الغياليتي ها يخ يدخل معها معناتها للقاعه القاعه التوليد توليد توليد توا فما نسى زاد مثلا تقول لك انا يا خويا بور لاليتمون بور فاسيليتي عندنا دي ساج فام كيسون ابل سا دي كونسيي اون يعني نبعثوهم نحن، ils se forme، مع، باش يقراو، ويقريو لي ساج فام، ويقريو حتى الطب، يعني لي شونج، ما فماش انا طبيب ما نتعلمش من ساج فام، مزوز يتعلم، اي الفون لاكومبانيون في ليكور دو بريبارسيون على نيسونس، حتى الراجل باش يحس الولاد، عندنا ديزيليكترود، نحطوهم في كرشو، وننزل، لين يحس شنيه وجهه نتاع الكونتراكسيون باش يفهم على خاطر كان ما يفهمش لحد ما معناتها ما تنجمش تعيش عيشة مرتك فما كان حالة بركة الراجل ينجم يعرف الوجعة نتاع حالة مرته وقت يعمل ليتياس يعمل حجر في الكلاوي عمرك ما ترى راجل يبكي كان وقتها سي اون دولور كوم اون فوا التكوين لا شيء، نبداو مثلا فما نسي, مثلا يقولك على سيزاريان، نحن توا مثلا فما رجعت اون اوتخ اسمها لا سيزاريان ناتشيغيل، توا سي تكون سيزاريان وناتشيغيل، هاذوما النساء اللي, اللي صارت لهم عندهم ان سيزاريان، وساعات ايفيكتيفمون ما نجموش نعملوا اه ولاده طبيعيه دونك شنو نعمل اه العمليه القيصريه تصير في اون سال في, في, البلوك كيما العاده الراجل قاعد بحده مرته يهبطوا شون اوبيراتوار ويحلوا الكرش والمراه تدز باش يخرج البيبي فهمت من وقت اللي يخرج يحطوه ايميدياتمون في وقتها على صدرهم يرضع والطبيب يقعد يخدم وهي تبدا ترضع في ولدها وقت العملية اللي القيصرية والبو قاعد بحذا مرته معناتها يساند فيها حاضر على الكل. فيه اللي قالته الدكتور دكتورة شلي واضح اللي هو متاع المناعة متاع النزيف لكن نساو حاجة أعظم هي هاك العلاقة متاع الطفل بأمه بلاش هاك هاك الكونتاكت ديريكت الطفل الطفل ما يحسش بالحنان نتاع امه توا نحن مثلا يقول لك اخويا نحن ما عندناش ديكوفوز وكل شيء خرجنا مشينا عملنا معناتها دي كارافان سانيتير قافلات صحيه وتصير دي في في افريقيا سي دو سويت اسهل حاجه من الكوفوز هما ما يسميهم لي بيبي كونغورو لاصق شفتش الكونغورو يبدا ديما لاصق في الـ في لابوش يبدا لاصق فيها خير من الكوفوس وبالرضاعة بالرضاعه بتاعه... نتاع نتاع امه لا حاجتها باش تسخن ماء لا باش تغسل يديها لا حاجتها باش تصرف تشري معناتها تلقاهم يمشيوا كيلومترات كيلومترات هذاك علاه نحن معناتها نستسهلوا في حاجات اللي هي معناتها يقول لك بعدك شبيه مش حنين منين مش يجيه الحن اللي انت بعتي تولوش فاقد الشيء لا يعطيه معناتها سا سي امبورتون لك like الديفلوبمون آه, معناتها مورال فيزيك بسيشيك لك الطفل هذاك واللي شونج هو بيدو معناتها قوة عظيمة من عند ربي الله. سبحان الله هو حتى توا مثلا كي أنت اه تصير عملية ديزوتوبسي مثلا شق على دي دماغ يصير ان ايشونج سيلولير ما بين الطفل وأمه معناتها الأم سي اون معناتها فيها الخلايا نتاعها والخلايا نتاع طفلها ويخدموا وي زاده في المناعه نتاعها انت مرض الليتمون سي اون مرض السرطان للمراه للمراه <applause> يعني المنافع ما فما بخل حتى توا مثلا نستعملوا مثلا تو سكي دي برودوي ناتشوغال لي كاتابلازم دو ويقعدوا نحن ما يقعدوش خمسه ايام ولا سته ايام يقعدوا نهارين وقت تعمل اكوشمون ناتوريل باش اذا المراه قينا عندها مشكله في الاليتمون نوليو نطولوا في هاك البيريود باش نعاونوها اون فوا قنا تمكن الطرف نخليوها تروح و اون اي ديسبونيبل 24 سور 24 نحن تخلص فينا الدول اش قاعد نعمل؟ اه مهمتي اللي اه المريض وقت اللي والمراه حدها مشكلة تجي في في اي وقت، يجي عندي لي ساج فام تجي في اي وقت تلقى شكون كي لا كونساي بور لاتمون، كيفاش تعاونها بور لو تيرلي، اذا صارت لها لا كروفاس تعطيها زاستوس حتى توا عندنا دي بين لازير عاملين ابحاث عليهم، المرأة قبل نبداو اون بريفونتيف نعملوا ان تريتمون لازير، آه يعاون البريفيان إيه لي كروفاس دونك المراه ما عادش على الوجع ايضا صار التحجر كي التصلب اللي يصير يصير, معناتها سيكاتريزاسيون باش اي حاجه تعاونها وعندنا ان كوتشينغ زاد معناتها دي ساج فام اللي المراه كي تراها معناتها ايزيتون إزي متردده أو... اي اون ميم ان بسيكولوج سبيسيفيك اي معناتها الـ 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 الولادات نتاع الجمعه يتعدى بسيكولوج يعمل ان على كوشمون وعلى ليتمو يعني الحاجات اللي كانت ما تعملهمش العيله خاطر توا يقول لك ايه سويسرا وسويسرا وسويس سويسرا سويس وفرنسا كانوا وراوا كيف نحنا ووصلت لنا العائلة الجايحه نتاعهم معناتها التباعد بالمتوخر معناتها مخر دوك ما قعدناش قلنا الله غالب عملنا حاجات بشكل الفرد وكتبعا العائلي نبدلوه باللونكادرمون بالاكومبانيمون يعني سيت اون ميسيون بوبليك معناتها آه... مهمه وطنيه وطنيه مهمه مهم. باش معناتها نعاونوا هل هذا يكفي يعني هل التنظيم اللي تحكي عليه سيادتك ومعرفتها باهميه والتوعيه باهميه الرضاعه الطبيعيه هل هو كافي ولا فما فما الرغبة لازم تكون موجوده عندها اللي انت تشتغل عليها معناتها نحن نشجعهم مثلا فما برشا تشجيعاتهم مثلا كما قلت آه قلت اللي, اللي مثلا المال 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 الحمل ماهوش مرض نحن لاسيورونس مثلا ما تبدا تخلص كان ا بارتيغ دو 34 سومي وقتها يصير آه نوقفوا على العمل 100%, 100%. ما بين اثنين ما بين 30 ولا 34 اسبوع حمل آه نوقفوا 50% اما آه الباقي كل تخدم 100% الرضع, آه. الرضع هذه اول حاجه ثاني حاجه المراه عندها كونجي ماتيرنيتي مده 20 اسبوع اذا ترضع يوصل حتى العام مثلا انا عندي طب معايا المراه ترجع بعد سته اشهر خاطرها ترضع السته أشهر الثانيين انا كرئيس قسم يلزمني نخلي لها الوقت باش تعمل التيغ لو لي معناتها تجبد الحليب مرتين ثلاثة مرات في النهار نعمل لها واجبي نعمل لها قاعة خاصة لل تعتزل فيها فما توا دخلوا لو كونجي بارونتال يعني الراجل ياخذ عنده في البلدان البلدان معناتها كيما النرويج انسي دو سويت يعطيوهم ستة شهور نحن ما نعطيهم ست اشهر نحن أبخل نعطيهم ثلاثه جمعات اما مدتك ثلاثه جمعات هو ينجم يجيب الولد لامه ترضعوا في مكان الخدمه يرجعوا للكراش يمشي هو يخدم يعني فما التكامل تسهيل, تسهيل التكامل التكامل ايه. ما تعمل انت تتوفر كل الظروف باش تخليها ترضع اكثر عدد هو فولونتي يعني انت كان ما عينكش ما عينكش ما تعملش عنا عباد عنا سبري ايه؟ عنا ما يقارب العشرين خمسة وعشرين في المية نساء ما ترضعش احنا العكس هما ها احنا بالعكس هما نعطيوهم وهذه حاجات ما 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 فيهاش تكلفه معناتها ماهيش خساره فلوس ولا انا لا بالنسبة... ربح بالعكس ربح أيه. انا اللم ما زالت كي ولدت ترجع تخدم تعرف اللي هي ينجموا يجيبوا لها ولدها ترضعت نجم عاملين لهم فريجو تنجم تحط الحليب نتاعها لولدها ما أه تعملش كارد صحيح المراه بوندون لا بيريود داريتمون واذا نفيق معناتها يلزمها ترضع وكل شيء كان نفيق بها ما ترضعش تتخطى اه بون اه بيان سور اذا ما انا اعطيها عام ايه <تضحك> و... انا عاد احنا تكذب علي كل شيء خطي احنا كان خطي تترسينا في مشكله اما تنجم تعمل تلعب دور اخر دكتوره تنجم تحرض الراجل عليه ولا ولا ما ترضى عليك شو ولدك <applause> 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 خوي معاه خوي معاه عندنا معناتها ديريك باش نعاونوا هك على خاطرها يعني كيما قلت اون ميسيون بوبليك حتى لي كلينيك زاد يلزم فيسيس حتى الكوتي بريفي عندنا دي ساج فام بريفي تمشي للديار تتفقد الصغير تتفقد المراه يعني ولا سيونس تخلص تاخذك التكلفه هذيك وتتكلف ارخص من المراه تجي <applause> وارخص <تصفيق> من انها تشري لحليب، حليب وارخص بيانسينا. من انه يمر وارخص من باهي نمشيو لل... للقديش احسن نسبه الحولين معناها هو 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 ستة اشهر نحن ما... أقلهم ثلاثة أشهر. سي موا سي ايديال هو راهو هاك مش كان فما كان المناعة فما زاد هاك العلاقة الطفل بأمه. وبرشا معناتها هذاك ما نعطيهوش قيمة. معناتها وقيمته للديفلوبمون تاع لونفون معنتها كبيره اما سي فما توا بلان ديتود يوريو هاك القيمه نتاع العلاقه الام بولدها وك الرضاع هذايا معناتها عنده أكثر قيمة من هاك ديجا حطوا كل سي ميكانيك هاو تنقول تشات جي بي تي حذر لي وما ويد تهبط بالروبو وهكا هاو نمشي نخدم <applause> على روحي معناتها ان ما ماناش عاتينك القيمه للعلاقه الانسانيه ومالورزمون يعني هالتباعد اللي صار في العائلات قاعد يصير في المجتمع نفسه. امم ونسالوا في روحنا يا ربي شنو صار. مش اه هو صار؟ ولينا هكا وهي من البدايه من البدايه هذاك هو, هو الانطلاق ما الناس كل ما عندهاش ايش ما ما نفس الانطلاق اذا ثلاثة شهور احسن حاجه عميل م? نحن نحن اون 6 على خاطر ما نمشيش للاكستريم على خاطر الاكستريم يولي اعجاز معانتها معناتها نقول لها ستة شهور بركه الحمد لله ديجا لوبجيكتيف اي تاتا هذاك علاش كان تحب ترضع اكثر مش مشكل مينيموم 3 ل هذا هو اذا دكتوره صغير فما نساء اليوم فمش حتى مراه ترضع عامين في تونس لا فما فما, فما شكون اللي شكون اللي ما تخدمش اللي شكون شو البروفيل تاعها لو بروفيل ان جينيرال سي اللي اللي عندهم عائله وراهم يقولوا لهم راهو سي وكل شيء وعندك الناس اللي معناتها مش متشابتين بالدين يقول لك حواليني كاملين وكل اللي يرضعوا برشا وعندك العبيد اللي يسون كونسيون اما عميل... اللي متشبثين بالدين ولا اللي مش اللي متشبثين بالدين هما اللي رضعوا عليك فما عباد اللي... يعني سنه باش واحد ترضع وكل سي اون بون شوز دونك فما مش ما فماش راهو فما مي اني اللي... قلت لك احنا شوف هو اللي قال كل يعطي الصحه خاطر سي تري امبورتون باش نعرفوا مي احنا في تونس اللي قلت لك انا من الاول جو بونس كو سي اكثر مشكله نتاع وعي كو مشكله نتاع ما يحبوش هذاك هو دونك جو بونس كان نصلحوا ديجا وغيان كو عندنا دي زيليمون تو هو سي فغي يحكي على العطله وكل سي فغي فما برشا محاولات نتاع تبديل القانون في تونس خاطر القانون في تونس يعني كان 60 يوم للمراه اللي تخدم باش تاخذ كونجي بيي سالير بيي شهرين هكا شهرين بركا تحب تعمل اربع شهور في البيبليك عندها الحق في اربع شهور اما لي دو موا الاخرين شطر سالير شطر نص شهريه دونك ديجا تقلق هذايا برشا نسيت دونك من الاول تقول لك اي انا كيفاش نعمل باسكو انا باش نرجع نخدم بعد ونعرف روحي من 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 ما نجمش نكمل النهار دونك من الاول هكا نعطي البيبون هذا سبب اخر ما قلتلكش عليه بخلاف المراه اللي, اللي تخدم فما نساء ما تخدمش لكن ما تحبش ترضى زاده انا اللي نرى فيها مش ما تحبش ما هيش فاهمة أهمية الرضاعة وتخاف تقول لك بالكش حليبي ما يشبعش وبالكش ما عنديش برشا حليب وبالكش ما يجينيش الحليب هذاك دي علاش قلت لك تفسر أنت للعباد أنا شفت ساعات أنا هاني جينيكو مش خدمتي راه إي با نأثر عليهم خدمة تطبيب الأطفال لي ساج فام الناس الكل اي با كي تفسر لهم ويقول لك ويسمع الراجل خاطر حاجه مهمه قلت راه كي انت الراجل خاطر قاود تكتيك حتى احنا دي زاستوس اللي عندنا زلنا على الراجل ما نجموش نوصلوا للاخر هو ما يستحفظ عليها كيف تبدا حبله ما يحبش تطيح ما يحبش تتحرك ما يحبش كي كي تولد يفهم زمان. اللي الرضاعه راهي ثمينه حاجه بريسيوز لصغيره للنمو والبسيكولوجيك المرض هي, هي حمايه الثدي نتاعها من واللي هي باش تربحوا برشا فلوس, فلوس. خاطر نعاودوا نذكروا اللي حكت الحليب اليوم مثال اش نقولوه احنا تو 2023 17000 حكت الحليب اللي بريسك 30 دينار ابارمون حكه اللي تشد ترضع اغزل قداش من شهر احسبها تطلع لك بالمليان وزيد عليها البيبرو وزيد عليها الاستريزاتا وزيد عليها لي تروك دو كومنيت ماد لوج حتى كي باش تحسبها منين باش تطلعو طابطو هذيك الكليم اللي يحسو اللي مس جيب <applause> اه الصحيح. هذاك كله عايشكم الحليب سي غراتوي بلاش فلوس نعمه من عند ربي عطا ربي ينفع ما عنده كان منافع وما فماش مراه ما عندهاش حليب ما فماش مراه ما عندهاش حليب فما نسي عندهم مشاكل في الفورمه بتاع الفد نتاعهم اللي عندهم اكثر صعوبات خاطر يبدا فد هذيك يعني فما ناس مختصين يمشيو يفسروا لهم كيفاش يعملوا مش ينجموا يرضعوا ونسى اللي ما رضعتش خاطر ساعات كي نتكلم ياسر يقولوا لي يا حرام عليكم وفمنسي ما رضعوش وتحسوا فيهم بالذنب وكل شيء راهو ما يسالش اللي فاتنا مشي على روحه نغزروا القدام كي باش ينصح ما بين بكم تنصحوا على خاطر بالحق احنا في الاخر شعرنا من عواطف احنا قاعدين نحكي في حصه كامله على الرضا شعرنا من ضمير نقبل كل شيء الصغار هذوك اللي هو مسؤوليتهم يظهر لي فما حتى واحد فينا يحب يضر صغيره صغير في احسن ظروف حتى واحد يحب يضر دونك تتف... هذا الكل منفعه واضح دكتور انيس حكينا على كل شيء سوف انه المراه تنجم بقي انا نحكي على المساعده والرغبه خاصه أن تكون راغبه ما حكيناش على جانب أنها تقول كذلك وما قالتوش دكتورة أنها تقول أنا ربما جماليه الثدي او, أو معناها او معناها هي كيفاش ترى جسمها يتبدل ما تقبلش بسهوله أنه يتبدل هو راهو زاده هي معلومه خاطئه اه يعني نحن اه مثلا عندنا ننسي تعمل لي ما ما أما ترضع ديجا لو فايت دو ماتر ما, ما مسش الغده نفسها يتحت تحت الغده انت والعمليه تو العمليه مكثره تعمل التجميل تحت الغده دونك ترج كونطون كومبار فما دي ايدو راندوميز أه, كي تقارن أه, جمال الثدي المراه رضعت والمراه ما رضعتش حتى فرق الفرق الوحيد هو السن السن غابة. كلنا الجلده تعبت <applause> <طعم. تصفيق> لو مس هذه الجلده فما تمارين <applause> فما تمارين يتعملوا ولا لا؟ لي? ليه هو التمارين تقوي لي موسكل اما تو سكي معناتها مت... <applause> معناتها كفدي حتى الرجال حتى الرجال التيسو كونجونكتيف تو يبدا عنده تعمل هكا تحس موسكل اما هذا مش مسكل يعني تيسو كونجونكتيف تيسو معناتها غريسو دلا غريس انسي دو سويت اون بال بالتلوث اللي صاير ما يتسمى بالفيتو اوستروجين بالواحد انت تفرج امشي على البحر تشوف الرجال عندها صدر اكثر من نساء وهذا صاير من تو اللي في تو دونك المراه اللي تقول لي انا مش أن نرضع نخسر جمال لا غلط غلط هذاك كانوا معناتها البروغراماسيون جينيتيك نتاعك باش صايره باش يصير لك باش يصير لك ترضع ولا ما ترضعش هذاك اللي يلزم فريمون يتبدل في المخ كيما مثلا برشا تقول لي تقول نولد بالسيزاريان خير ما نولد معناتها ولاده طبيعيه باش ما يهبطش معناتها ديسون دو الرحم ما يهبطش اي, أي ما يهبطش الابحاث مثبته معناتها يعني كل شيء موثق سي اللي المراه بالسيزاريان ولا باراكوشمون باغ باس

يصير لها بالسيزاريان وبلا سيزاريان يمكن بالسيزاريان يشق لها الفيسي في اثنين وترسيلها خارجه هذاك ان جي وتصير في تونس وتصير في اوروبا يا ما منهم نساء السيزاريان يعمل لك يخرج البيبي اتخافيغ لو الفيسي لا فيسي يعني يصيروا الحالات هذه دونك علاش ما توليش طريقه نورمال ولدك على صدرك وترضع وانت مرتاحه فهمت معناتها عندنا حاجات يمشي يخزروا الناس برشا نساء انا عندي برشا مرضى تخزر الانترنت ها ما انترنت انت وعلى شنو تطيح وانت والكاباسيتي نتاعك دا داناليزي دو تخي هذا صحيح وهذا غلط على الكوفيد خرجت اشاعات الفاكسان يوخر لي العدد الشهرية نتاعي تعملوا الابحاث وراء اوكين ديفيرونس هو العادة الشهرية تتأثر أكثر بالحالة النفسية كل فاكسان مسكين ما عمل حد شيء يعني ندخلوا هذا في هذا ونخرجوا معناتها بحوصله بين كونكلوزيون اللي هي غلط ولا دكتور دكتور شلي تقول انه المراه مش واعيه لكن كان جات واعيه رأي. كما قال الدكتور اذا هي منفتحه على على الهواتف الذكية أيه؟ الذكية وتعرف اللي تحب عليك نجم تطلب وتشوفه من هنا هالتأثير هذا يعني مش هي هاي واعية باش تشوف انترنت مش واعية باش تسمع كلام طبيب <أه المشكلة اليوم باش نقول لك تعرف أنا قعدت بيتك يتحل في تونس للنوبغ دو دو جروب على فيسبوك اللي الناس بتنصح تنصح في بعضها هي منها تقول اش قولكم يا جماعة راه درش شنو درش شنو الأخرى ما أنت كي تلقى المجموعة أنا قلت لك موان دو 10% يرضعوا دونك عندك 90% ما يرضعوش كي آه. باش تلقى انت المجموعه الكلها مش قاعده ترضع شكون باش ينصح الاخر باش يرضع؟ هذا لو بروبليم دونك لازمنا احنا نصلحوا باش نقلبوا لا توندونس باش نوليوا العباد الكل يعني قلت لك انا 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 نقعد اوبتيميست معناتها على خاطر كي تحكي مع العباد يفهموك ويعملوا ويتعبوا من الاول والجمعات الاولين يتعبوا واليوم ولاو عندنا راهو دي ساج فام فورمي وحدهم بون كلكو زون توا وانستغرام ودنيا وكل قاعدين يعملوا في التخفي هذايا مي سي با اورغانيزي دكتوره شنو اللي يمنع؟ افكار شنو اللي يمنع ولا الافكار اللي قالهم اعطاني افكار دو كولابوراسيون في الموضوع هذايا شنو اللي يمنع انه يكون موجودين مختصين يعاونوا ياخذوا وقت هي دابور يلزم الميسيون ليتا يلزم وزاره الصحه تكون ديجا واعيه بسي اون ميسيون بوبليك اذا ما الشيء هذا ستكتوري ستكتوري ديجا لا لا بارتي خاطر يلزم تكون عندك برنامج سانيتير كي معامل في الفاكسين عندك ان بروغرام سانيتير امتاع لا اذا ما تعملش بيان سور قد ما تحاول قطره في الماء يبدا من التعليم يبدا من الفاكولتي سواء القوابل التكنيسيان سوبيريور ولا فاكولتي دي ميديسين هذا كله يتقرى معناه وتولي من غادي كسيستر كيما قال لك زعما منظمه ما على بكري ما نخليوهاش في الاخر مش كي يخرج يخدم تلقى واحد موتيفي واخر لا من الاول ملي يدخل يقرا دخلها له في الكورسيس نتاعو باش تنجم تطبق على ارض الواقع وتنجم تكون موجوده في المستشفيات وانت تلقاهم حاضرين معناها حتى لي تيكنيسيان ولا الاطار الشبه الطبي ينجم يكون مؤهل لاشياء كيما هذه معناها فما ناس لاهي بحاجات اخرين لكن انت اجت بها هي واحكي لها كهو وقول لها وفهمها وفسر لها ووريها بال حاب نقول لك حاجه عواطف النساء اللي نساش فاهم اللي اليوم يخدموا وحده وما عملوا وحده يخدموا بالكدي سا مارش تري بيان سي دي انستغراموز اه سا مارش تري بيان ولاو دي انستغراموز خاطر يا ان بوزوان فما بوزوان الناس ما عادش عندها فما, فما طلب فما طلبوا ومش عارفين وين يتوجهوا كي هما يتعدوا بالاكسبيريونس هذيا مثلا يولدوا يدخلوا بعضهم كل وتجيهم هالقابله هذه وتفسر لهم يفرحوا هما ان طونت كو سان تتفرد <applause> انا جاوني وننسي ولد وبعد جمعه المره ترقد تقعد جمعه ما ترقدش تبدا تضرب في راسها على الحيط وتبكي على خاطر عندها احساس نتاع ذنب على خاطر ما نجمتش ترضع وما بها بي بي ترضع وصدرها مع بيب بي وانت تمس وهي تولي تبكي وما تعرفش كيفاش وانت تسخفك الحاله هذيك على خاطر تقول احرام تولي انت تو وتعمل وكل ما مش ناس كل ناس قارين وفاهمين وعارفين الانتيغي ما يعرفوش كيفاش دونك قلت لك فما مشكله في لورغانيزاسيون جوست افون لاكوشمون لا بريباراسيون كي تحضر العبيد وتحط ناس كاليفيي باش يفسروا ويعملوا لاكومبانيومون وقتها ما عادش تنجم تلوم اما انت تو تلوم على شنو؟ ناس مش فاهمه مش واعيه ما تعرفش كيف انت حتى كيفاش تشد البيبي راهي فيها علامه كيفاش تحط البيبي راسه هوني باش تنجم تعمل له الموفمون باش يحطوا ما راهي ماهيش سهله مراه سيغتو مثلا ودات لك سيزاريين شوف الوجاعه من هوني والبيبي من هوني وهي باش تدور من هوني ما تعرفش كيفاه راهو سي سي با <سؤال> حاجه سهله <سؤال> دونك فيها علم وفيها تعليم و اكومبانيمون معناتها تطبيع دونك يلزمنا نشوفوا اون كولابوراسيون او نيفو دو لا فورماسيون دي ساج باش نجموا خاطر في تونس عندنا راهو دي زيكول دو ساج فام بريفي اي بوبليك و جو سوي سيرتين اللي مشى ان فورماسيون هذيا امور مشى نمريك لا كلك سوا وي مشى مشى الحليب بتاع الام ولا بتاع الطبيعه حتى نمشيو للامن الغذائي اللي هو كيفاش يزمنا أه معناها الطرق الطبيعيه حتى نحفظ بها الاكل اللي ناكلوه هذا زاد هام جدا للكبار هذا مش للمراه الحامل واللي حتى للنساء العوام اه يخافوا على بلا تو ما يعرفوش صحيح, صحيح. صحيح. اذا فقره الامن الغذائي تقرير حول الطرق الطبيعيه التقليديه لحفظ الاطعمه اللي نوفوا به حلقه اليوم نرجع حتى نحكي ربما مع الاطباء في كلمه الختام شوفوا هذا تقرير ثم ببعض الطرق الطبيعية التقليدية مثل التمليح أو التجفيف أو التخليل أو حفظ السكر، يمكننا حفظ الطعام، وجميع هذه الأساليب تهدف إما إلى تدمير الكائنات الدقيقة في الغذاء أو جعل الطعام غير مناسب لنمو الكائنات الحية الدقيقة، ولكن يجب استخدام هذه المواد بتركيزات معينة وتحت درجة حرارة مناسبة للحفاظ على الطعام لفترات طويلة. فمن ضمن تقنيات الحفظ نجد التبريد وهنا وجب تبريد الاطعمه المطبوخه عند درجه حراره اقل من ثلاث درجات مئويه، وبالنسبه للتجميد فيتم تخزين الاطعمه عند درجه حراره منخفضه جدا تصل الى 18 درجه مئويه تحت الصفر او اقل، ويساعد ذلك على عدم اتلاف الطعام باستثناء بعض نشاط الانزيمات في الخضار غير المطبوخه ومعظم الفواكه. أما تجفيف الأطعمة في الشمس والرياح فتلك الطريقة الأكثر فاعلية وأبسطها لحفظ الطعام، البسترة أيضا هي طريقة لحفظ الطعام وهي علاج حراري يقتل جميع الكائنات الحية الدقيقة في الحليب الذي يسخن ويحتفظ به عند 72 درجة مئوية لمدة 15 ثانية ثم يبرد بسرعة حتى 10 درجات مئوية. والتخليل كذلك هو تقنية حفظ يمكن تطبيقها على الخضار واللحوم والأسماك والبيض والفواكه وذلك باستخدام الخل بنسبة حموضة من 4 إلى 6%. كذلك نجد التمليح، فالملح يعد من أهم بدائل المواد الحافظة والأكثر انتشارا أيضا مثل استخدام الملح المعالج باليود للحفاظ على السمك. هناك ايضا الحفظ باستخدام السكر باعتباره ماده حافظه غذائيه تستخدم في المربى والهلام حيث يؤدي التركيز العالي منه الى قتل البكتيريا المتسببه في العفن. في فقره الامن الغذائي في ختام هذا اللقاء يظهر لي بعد هذه الفقره الدكتور صار فما تعاون وتفاهم يظهر لي مش يكون فما ربما تعاون بين سويسرا وتونس تونسي موجود يلزمنا الاطباء نتاعنا اللي مشاو هو موجود للتصدير يعني <تصدرنيه> صدرناهم من سويسرا يلزم رجعنا يعني اون فورم اي اون انفوا معناتها هذا هو الهدف حتى معناتها الاطارات اللي ناخذوهم لوين ناخذهم في المستشفى نتاعي يعديوا ستاج ويروحوا <تصدرني> يعديوا لمده هو, هو راهو الاستاج سي ان موفي مو خاطر الاستاج معناتها يجي يخزر <تصدرني> <تصدرني> انا توانسه اللي يطلعوا مصلي على النبي معناتها سواء دي زاسيتون هوسبيتال ولا دي بروفيسور اغريجي يجي ويقعدوا اون بون بيريود معناتها مدة سنة سنتين أكثر واحد قعد أربعة سنوات يعني يجي يتعلم أه أه معناتها تخصيص أه كيما نقولوا أبروفوندي أه معمق تخصيص معمق كيما السويسري يخلص كيما السويسري ويتكون وبعد يرجع مكثرهم رجعوا للمستشفيات الجامعيه في تونس يعني ما عمري التو ما خذيت واحد طبيب تونسي خليته قلت له لا خفوك عليك ما ترجعش بالعكس نكون باش يكون للسي سي في باش يولي استاذ معناتها فول بروفيسور بروفي بروفي معناتها ما عادش اكثر هذه المهنه والهدف التعاون أيه. أيه. الهدف ولا مثلا تعاون نجيو نعملوا عمليات جراحيه في آه. وقت لي كونغري انسي دو دكتور انيس مش راجع لتونس اما قاعد يفورميلك طيب في الاطباء في تونس نعرف فورمي ويرجعهم. آه لا لا جو كونفيرم في بالي من ذلك كله اما سي فغي جو بونس اليوم الحلقه هذه لازمنا نقدموا خاطر عملنا برشا حلقات وصحيح كي باش نقعدوا قطره في الماء ما نصحش ما نصحش حدا يلزم هذا الاتفاق والتعاون يصير حتى ا ديستونس معناها حتى يعني ا اليوم عن لافونتاج نتاع الكوفيد استانسنا بلي ويبينار وبلي فورماسيون ا ديستونس هذا حاجه ماهيش باش تتكلف لحتى حد باش تقري باش تنفع معناتها صدقه جاريه للمجتمع ما عندها كان منافع دونك جو بونس ان شاء الله نخرجوا من الحكايه باش ننفعوا نسيت توينسا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعاون ديما مستمر دكتور انيس والكوردون امبيليكال متوسط <applause> <applause> ما تقصش ما بين <ببيت> تونس <applause> وسويسرا اذا في ختام هذا اللقاء معك دكتور دغفوس كوفيد وشنو نجموا نقولوا عليه؟ كوفيد آه للناس اللي تسمع فينا الناس الكل نقول لهم ما وفاش ما عادش اختار كي قبل اما راهو بصفه عامه ما عادش يخوف اما بصفه خاصه فما برشا عباد يجب يضرهم وذوكم يلزم ياخذوا الاحتياطات اللازمه وخاصه التلقيح ما يبخلوش عليه آه لازم وفما اجراءات الاخرين اللي يعرفوا إذنكم من تبقوم ما غير ما نقضوا خايفين معناها ما نكبروهاش الحكايه اما قريب اليوم الكوفيد ولا يقرب برشا للجريب نتعاملوا معاه كيما نتعاملوا مع الجريب تري بيان دكتور راشد أه انسي لحبيله راهو لحبيله ماشي مرض تتعاملوا عادي تعيشوا عادي يعيشكم تحركوا كي تقربوا الولاده تزيدوا تتحركوا ان شاء الله الولاده تكون طبيعيه اسالوا ما تقراوا جوست تلقاو ولا تسالوا ما تقولكم على حكايه الرضاعه طبيعيه يعيشكم راهي في مصلحتكم انتم احنا معنا ما نربحوا فيها وان شاء الله ننسي الكل بتاع تونس معناتها يكونوا واعيين بهذايا الكل وبالحق احنا الطب في تونس متطور بارابور اللي قاعدين نشوفوا فيه الكل سانسيغمون معناتها تو في الصيف يجيونا برشا من الاماكن الاخرى تقول الحمد لله احنا في تونس دونك بربي ما تضيعوش الفرصه هذيا واللي عنده سؤال يتفضل معناتها مرحبا بيه. واضح دكتور انيس نزيد ناكد على اللي قالته الدكتور شل يعني سيت اون افير دو كوبل يعني مش المراه وكوحدها معناتها كان يلزم الراجل يكون سند المرأة وكما المراه سند لراجلها معناتها هذه حاجه اساسي لو برانسيب باش نجموا نجحوا وينجم ويلزم يكون هذا برنامج معناتها دون ان كادر يعني اون ميسيون بوبليك واضحه فيها التشجيع الكامل يا اخي معناتها حتى ميم دي سبوت بيبليسيتي آه ما بين الاخبار واحد في عوض آه يعدي ودانون ولا حاجه اخرى يعني يحط ان سبوت و... على البيبليسيتي دكتور <applause> ليه معناتها اعطيت مثال سامحني يا غرته خويا يا ولا حاجه ولا بسكو ولا حاجه او ما يحط حاجه تفيد où elle est sponsorisée par le ministère public que ce soit pour les vaccinations on fait des spots publicitaires pour la vaccination dans du sang pour le dépistage du cancer du sein fait un petit message واضح أن يكون سبوت هذا معمول بالقديم مخدوم بالقديم حتى يوصل صحيح. بالفعل بالرسائل نتاعو شكرا جزيلا لك دكتور أنيس فقي على قبولك الدعوة وحضورك معنا ومدنا بهذه النصائح للساده المشاهدين نسعد ككل مره باستضافتك بحذانا دكتوره درندا اللي مشكوره على قبولك الدعوه شكرا. ومشكوره على النصائح ما نصورش فمش امراه ما تحبش تسمعك تحكي على نصائح اللي تهم المراه الحامل وحتى المراه اللي يهمها الطب التوليد و وخاصه الامراض الـ امراض الـ الولاده وامراض النساء شكرا جزيلا لك دكتور رياض دخفوس على قبولك الدعوه وحضورك معنا وفرحانين اللي انت رجعت معنا مش معناها خاطر رجع كوفيد اما نصايحك ياسر اه ترتح الناس وساغاسيو مرحبا بكم الكل ونشكركم على قبولكم الدعوه وحضوركم معنا هكا وصلنا الى نهايه حلقتنا الى اللقاء